أجل الملك محمد السادس اليوم محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وخلال هذه المحادثة ثمن العاهل المغربي التطور الذي تشهده المرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية منذ لقاء السابع من أبريل 2022 بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وهي المرحلة التي تجري في كنف التشاور والثقة والاحترام المتبادل. وحي الملك محمد السادس بالمناسبة انعقاد الاجتماع 12 رفيع المستوى بين البلدين.